ان اللي عامل لقاء ده الجبهه الوطنيه لصمت هي بتضم عدد إيه؟ كبير من القيادات النسائيه من الاحزاب. الجبهه الوطنيه لصمت بتضم حزب الاشتراك المصري للنساء، حزب الاشتراك المصري والمصري الديمقراطي والنصري والمصريين الاحرار والتجمع واتحاد شباب مسجد. كل مره اتحاد مش حد مسجد. طب ده واحده من كل تجمع من دول. ما هي القيادات بتاعت الاول. شكرا. تقدمي والاتحاد النسائي. والاتحاد النسائي تقدمي كله. يلا يا ماجده. اوكي. يلا. نشكر الدكتور احمد على التحليل القيم اللي قدمه لنا وعلى ربطه للاحداث بما يحدث في مصر والوطن العربي والعالم كله. وننتقل للدكتوره جينا باستا استاذ الحضارات بكليه الالسن. فلطه تفضل. بس هو سابنا في نص السكه. في سبتكم اللي عنده سؤال هيجهز بعدين في الاخر. الاسئله انا سبتكم في النص. ميرسي. حي الدكتور. لا هو حقنا يبقى في التحيه فيما بعد، يعني علشان ما يصدر عنا من عمل هو ده اللي ناخد عليه التحيه، مش لمجرد اننا نساء بناخد التحيه. ربنا يكرمك. طبعا انا جنبي هنا يعني هرمين او الاسدين قصر النيل مثلا لسه بقول، فمش ممكن مش ممكن يعني هنافس الساده اللي بجواري الحقيقه. فانا باعتباري يعني بتاعه جامعه فبتكلم في نقط محدده، وهسال بس سؤال. هبتدي الكلام بسؤال. في ظل هذا الشر اللي احنا لسه سامعينه، الشر العالمي، في ظل هذا التهديد المتعدد الاطراف، احنا هنعمل ايه؟ أنا مش هقدر أتكلم ولا أنافس في السياسة الخارجية ولا في السياسة الداخلية، لكن هتكلم بشكل إنساني، بشكل اجتماعي، بشكل مصري، وبشكل ليه علاقة بالمرأة. طيب المرأة اللي احنا جايين ومجتمعين علشانها لأننا في اتحاد نساء مصر، هتتصرف إزاي في الظرف اللي احنا فيه؟ طبعا اللي أنا شايفة إنه المرأة بتواجه، طبعا لما بقول المرأة لأننا في موقف نتكلم فيه عن المرأة، مش بتكلم عن المرأة وفقط، لكن المرأة باعتبارها جزء من المجتمع، يعني المرأة والرجل كمان. احنا في خطر شديد وفي مشكلة كبرى وفي معترك مشكلات، يعني متهيالي ما نقدرش، يعني لو بصينا لأول وهلة هنلاقي ان احنا فعلا مش هنقدر ان احنا يعني نجابه هذا المد اللي يعني اللي هو بنواجهه. فدلوقتي احنا في ثلاث تحديات. التحدي الاول هو التحدي الاجتماعي، والتحدي الثقافي، والتحدي السياسي. فاعتقد انه اول حاجه هي التحدي الثقافي، وانا بتكلم في ده باعتباري ليه علاقه بالتعليم. التحدي الثقافي هيبدا من التعليم الاساسي، واحنا بنشوف انه التعليم عندنا مدال ما بيؤهلنا وبيخلينا انه نقدر نقود. لسه كنا بنتكلم في مشكله الديمقراطيه مع الدكتور، انه التغير في الكوادر، التغير السريع اللي في الكوادر اللي بتتطلبه الديمقراطية لا يوكبه تغير في التكوين البشري القادر على انه يحمل المسؤولية ويحمل الراية. طيب نجيب منين الناس اللي هتحمل الراية؟ المشكلة هنا مشكلة التعليم. التعليم عندنا يعني من شأنه انه يطمس الشخصية اكتر منه يبنيها.
انا معايا الميكروفون هقول اكتر من كده. التعليم يعني بيهدم الشخصيه، بيهدم الابتكار، بيهدم الراي الشخصي، بنكون ناس محطوطين في قوالب، ده الحقيقه. طيب يعني نعمل ايه علشان نقدر نحول التعليم لتعليم يؤهل للديمقراطيه؟ الحقيقه دي اشكاليه كبرى، واحنا حاولنا بقدر الامكان وعن طريق طبعا هيئه الاعتماد والجوده اذا كان سمعتوا عنها. الحقيقه كل ما حصل على المستوى بتاع هيئه الاعتماد والجوده كان حاجات صوريه ليس من شأنها خالص انها توصل التعليم للمستوى اللي احنا عايزين نوصل. بالنسبة للمرأة فيما يتعلق بالمستوى الثقافي، اذا ما كانش التعليم هيلحقنا في المرحلة يعني الحرجة اللي احنا فيها دلوقتي، هنقدر نوصل مع المرأة ازاي؟ انا اعتقد كل المسؤولين عن الوحدات يعني المحلية، عن كل ما هو احزاب، كل ما هو بناء انساني، اعتقد ان هم مطالبين دلوقتي بنناديهم بان هم يبتدوا نشاط خاص بالمرأة فيما يتعلق بتوعيتها. يعني مثلا هقول لكم على حاجه لسه كانت قريبه قوي عندنا في الكليه، انه الجو اللي كان سائد في الفتره اللي فاتت انه بيمشوا ورا الطالبات يفهموهم فكر غريب جدا، انت كوبايه عصير، لو كوبايه العصير دي مكشوفه ووقعت فيها دبانه ما حدش هيشربها، هيكبوها، لكن لما تبقي متغطية كده هيبقى الناس يعني قابل انها تشربك. فهنا فكرة ايه؟ فكرة تسليع المرأة، ان المرأة سلعة، والله طلعت السلعة مناسبة للمستهلك اهلا وسهلا، طلعت السلعة مش مناسبة يعني خلاص بقى. فاحنا عايزين بس نرسخ فكرة ان المرأة انسان وانسان بكل معنى الانسانية. يعني هي يعني مثيرة او تعجب المستهلك كان بها، ما تعجبش المستهلك برضو كان بها، هي دي الفكرة اللي احنا محتاجين نرسخها. عايز اقول انه الفكر ده ما هوش فكر شرقي ولا خاص مثلا ب الفكر الإسلامي مثلا، الفكر ده وأنا أؤمن جدا بالحتمية التاريخية كان موجود من العصور الوسطى وقت ما كانت الكنيسة كمان بتؤثر في المجتمع أو كان لها سطوة الحكم في الوقت ده، وبالعلم وبال يعني المثابرة وعلى مر عصور طويلة برضو في الآخر العلمانية هي اللي كسبت، والمستوى الإنساني هو اللي كسب، وفي الآخر بقت المرأة أخيراً إنسان. ما بقولش إنه ما وصلنا إليه في أوروبا النهاردة هو الوضع الأمثل، ولكن على الأقل نقدر نوصل إنه المرأة تقدر تاخد قرارها، ده فكر. نقطة تانية، المرأة بتركيبها الطبيعي هي أم، ولازم ننميها. طبعا حكاية الأم مدرسة إذا أعددتها، طبعا أعددت شعبا طيب الأعراقي دي إحنا حفظناها، لكن ياريت إن إحنا نحطها موضع التنفيذ. يعني النهاردة الأم لأنها بتعمل ولأنه الوضع الاقتصادي يعني حتم عليها إنها تعمل، ما بتبقاش مدية فعلا وقتها الكافي للأطفال. فأنا بقول إنه الأطفال اللي بيطلعوا والأجيال يعني بننتجها وفي الآخر بننتجها بذور
جيدة للإرهاب وللفكر اللي بنسميه داعشي دلوقتي وللفكر المتخلف وللرؤية الدونية للمرأة. كل ده على فكرة هو إنتاج المرأة، لأنه لو الأم ربت الابن بشكل أنه يرى المرأة بشكل آخر، هو ده اللي أعتقد هيكون الرادع الوحيد عن الموقف اللي إحنا بنعيشه. في جملة كنت قريتها في كتاب الدكتور رفعت اللي هو مصر مع المرأة، بتقول حاجة لطيفة جدا وهي نفس الفكرة اللي أنا بفكر فيها، اللي هي أنه كان بيتكلم عن قاسم أمين. قاسم أمين كان بيتبنى نفس الفكرة دي، وأعتقد أنه لأنه تبنى الفكرة دي في أول القرن العشرين أو آخر القرن التسعتاشر، إن إحنا شفنا النهضة اللي جاءت في النصف الأول من القرن العشرين، فهي هتبقى حاجة طويلة المدى شوية ولكنها هتؤتي ثمارها أكيد. هو بيشوف إنه تحرير الفكر والنهوض بالعقل هو مفتاح التقدم والتحرر. فهي دي ببساطة، هي الجملة تبدو بسيطة لكن لو حطناها موضع التنفيذ أعتقد إنها هتختلف كتير. في حاجة مهمة جدا غير كمان التعليم بتلعب معانا بشكل متوازي في تدمير فكرة المرأة باعتبارها إنسان، هو الإعلام. الإعلام الحقيقة وخصوصا فيما يتعلق بالطبقات الشعبية، الدراما مثلا، يعني أنا لما أجي مثلا أتذكر في الفترة اللي كنا فيها في 2010 بنتكلم عن تمكين المرأة، وأنا بالمناسبة مش موافقة على تمكين، هي تمكن نفسها لكن محدش يمكنها لأنها يا إما جديرة يا إما غير جديرة. فلما كنا بنتكلم عن الموضوع بتاع مشاركة المرأة السياسية وتفعيلها، كان بنلاحظ إنه إحنا عايزين ندي كوتا للمرأة، إحنا عايزين نعمل كذا للمرأة. طيب نيجي مثلا، ما هو اتحاد نساء مصر مش بيتكلم عن القاهرة بس، نيجي مثلا للأرياف. طيب ازاي في الأرياف هنمكن المرأة؟ ازاي في الصعيد هنمكن المرأة؟ المرأة بتعامل معاملة الموروث او يعني الشيء. فازاي انا كرجل هقبل انه شيء يقودني او ان انا ألجأ لشيء؟ وبعدين اي شيء انا بشوفه مثلا بيهان، بيضرب، بيطرد، بيتم تطليقه غيابيا، يعني شيء سيء جدا وضعيف جدا ومهمل جدا، فازاي انا هقبل انه ده يمثلني؟ الفكر القبلي، الفكر اللي هو يرى ان المرأة دونية، طيب انا اغيره ازاي؟ انا محتاجة اني اغير الفكر ده علشان اقدر اوصل للتمثيل الحقيقي، مش ان انا اسيب كوتا، اعمل كوتا للمرأة بمعنى يعني مثلا اني لو طلع مثلا اتوبيس زحمة ولا حاجة حد يشدني ويوسع لي ويزنقني في وسط الناس ويبقى اصلا ده مش مكاني. لا، انا عايزة لما اطلع يكون ليا كرسي موجود ويتقال ده كرسي المرأة. يعني لازم علشان اوصل للمستوى ده لازم أكون جديرة بده. فلا يمكن الإعلام يديني هذه الصورة ويديني مثلا المسلسلات اللي هي بتوري الرجل الذي يقبل بتعدد الزوجات والحاج متولي وشركاء بقى كل ما استتبع الموضوع وكيد النساء وكذا وكذا، يعني حاجات
بتقلل من شأن المرأة. فأنا كل اللي عايزاه إنه إحنا كأحزاب ويعني كحاملي راية الفكر بدل ما نقعد ننتقد ده، ممكن جدا إنه لما يكون في دراما بالشكل ده إنه ينكتب حاجة يعني لتكون نوع من الاعتراض، إنه مثلا ناخد ضدها موقف إنها ما تتشافش، لما ما تتشافش مش هتتباع، ولما ما تتباعش أصحابها هيخسروا، يعني هنعمل حاجة عملية علشان نقدر نوقف هذا المد من الاستهانة بالمرأة، عشان ما نبقاش ناس يعني نقول ما لا نفعل ونقول كلام كبير قوي قوي وما نفعله يعني بالضرورة مختلف تماما عما نقول. يعني نتكلم النهاردة في اتحاد النساء التقدمي والجبهة الوطنية لنساء مصر، وبعدين نروح نتفرج ونروح نتفرج على حريم السلطان بالضبط كده. فهي النقطة، حتى حريم السلطان على فكرة أنا ما بعتبرهاش خطيرة، لأنها تاريخية. طب بالعكس، أنت خليني أشوف التاريخ شكله إيه علشان كملي يا جينا، ما تسمعيش كلامهم. انا عايزه اسمع كلامهم عشان يعني اسمع كلامهم بره. اسمع كلامهم بعد ما يخلص. حاجه بقى تانية دي بنحاول برضو نتخلص منها مجتمعيا، فكرة انه المرأة عندما يعني تتخطى كل هذه الحواجز، حواجز التعليم وحواجز المجتمع القبلي، وواحدة يعني فلتت كده مثلا زي اللي فلتوا هنا في كتاب الدكتور كل الأسامي الحلوة اللي قريناها، نكتشف انه المجتمع بيطالب المرأة يعني بشكل غير مباشر بأنها تدفع ثمن أو تبعت تفوقها. يعني إيه؟ يعني المرأة المتفوقة لازم تعتذر عن تفوقها، أو يجب أن تكون المرأة ناجحة في كل المجالات لحسن يقولوا أنها تركت مجال على حساب مجال، أنه المرأة يجب أن تعتذر عن كونها تفوقت. انا تفوقت بس ما زلت على فكره ست وبعرف اربي العيال وبعرف اعمل واسوي. طيب بينما مثلا لا يطلب الرجل الا بانه يكون متميز في عمله. فهي الفكره دي، فكره انه يعني المراه اذا تميزت فيجب ان تظل تكافح دائما عشان تثبت انها متميزه. كل هذه الأفكار أنا بتكلم على المستوى الاجتماعي، عشان نتخلص من ده، مش هنتخلص منه قريب، هنتخلص منه مع الوقت، ولكن يجب أن يكون في ذاكرة الأمة، في ذهن كل إنسان بيعمل بالعمل العام، علشان نحاول نخلص المجتمع من بعض الشوائب اللي هي تبدو إنها بسيطة ولكن هتنفعنا جدا في مقاومة هذا المد الداعشي المتخلف الذي يكره الكيان المصري والكيان الإنساني عموما. أنا مش عايزة أطول أكتر من كده، عايزة أشكركم، وإذا كان في أي مناقشة طبعا أنا تحت أمر. شكرا دكتورة جينا. وأنا بس عايزة أقول إن أحد أسباب هذه الندوة إن هناك عداء شديد بين المرأة وبين الفكر المتطرف والجماعات السلفية والإرهابية، لأنهم ينظرون للمرأة على أنها أداة للمتعة فقط، وأنه من حقه يتجوز واحدة واثنين وثلاثة وأربعة ويطلق كما يشاء
ويبقي على من يشاء، وبالتالي فاحنا بينهم وبيننا وبينهم عداء شديد وكره شديد لهذا الفكر المتخلف السلفي الرجعي الإرهابي. دي حاجة. الحاجة الثانية بالنسبة اللي قالته الدكتورة جينا بالنسبة لتمكين المرأة، أيوة إحنا ندعو لتمكين المرأة اقتصادياً في الريف في الصعيد في أي حتة في الدنيا، علشان المرأة لما بتبقى ملكة دخلها على الأقل، وحتى لو هو دخل قليل ده بيقدر يخليها تقف على رجليها وتربي ولادها، بدليل إن إحنا عندنا 33% من النساء المصريات يعولن أسرهن، وبالتالي فإحنا يعني نساند هذا التمكين الاقتصادي للمرأة والتمكين السياسي اللي إحنا بندافع عنه، وإن إحنا بنحاول ندخل البرلمان عشان نقدر ندافع عن حقوق النساء وحقوق الوطن. وعلى فكرة مفيش ست مصرية أنا قابلتها وسألتها هي عايزة إيه، عمر ما ست قالت أنا عايزة حاجة لنفسي. أي ست بقابلها بتقولي أنا عايزة لأسرتي لولادي لبناتي، عايزة أشغلهم عايزهم أحسن مني. لجوزي بقى؟ لا ما تقولش. ما هو واخد كل حقوقه يا دكتور. والآن مع المفكر الكبير والزعيم الدكتور رفعت السعيد.